شو هاد؟ شو قلة الأدب؟ ناس ما عادت تستحق النوم؟ خير إن شاء الله أستاذ عزمي، في شيء؟ منين تجي الخير إذا موظف قد ابني بيتطاول عليه؟ لا 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 لا، ما عادش بيتطاول عليك، ما عاد. شو الحكي هذا؟ عود أنت اهدى وروق، هلا بطلب لك فنجان قهوة وبتروق. لا بدي قهوة ولا بدي اهدى، يا أنا يا هو بالمكتب. مين حامي؟ مو حامي، التاني اللي شاف حاله مو مصدق. شاكي؟ الله لا يوجه له الشكر. روي روي اهلك، روي روي روي. قوم معنا، شوف قوم معي، بدي ورجيك بعينك وسمعك بإذنك. طول بالك شوي، طول بالك اخي، اشرب قهوه بالاول بعدين بنشوفه. هلا بدك تروح معي يا اما بترتكب جريمه. ها اوف لهالدرجه؟ ايه. لا تعال تعال تعال، شرف شرف، تعال يلا انا بورجيك. شرف. لا لا والله قبلي قبلي، ما بصير. يلا تفضل تفضل. يلا يلا تعال. هلا من كل عقلك رحت تجيب ابو جمال؟ سامع سامع قلة الادب يا رجل، يا رجل انا كنت عم امزح معك. شو قلي شو بتمزح معي انت؟ شو انا وقت بمزح معك ما بقلل الادب، انت تقول لي خلاص اخلاص، انت 60 اخلاص. وعدت مره ثانيه؟ لا تعيد مره ثانيه عشان يا فندي. شو فكرنا يعني؟ نعم شو بدك تعمل يعني؟ بدك تضرب لي شرف؟ ضرب طولوا بالكم، شو صايركم انتوا اثنين؟ لك في مراجعين، في موظفين، وضوا صواتكم، تفهموا بالهدا. عيب، شو انتوا ولاد؟ لا لا تقولوا ولاد ابو جمال، لا تقولوا ولاد. لا كمان لا تبتلي ابو جمال، لك ما حدا معبي عينك. العمى لا بدك تحترمني ورجلك فوق رقبتك. حل عني يا حل. طولوا بالكم خلص، عيب والله عيب. لك عيب وضوا صواتكم؟ عيب كبير انت يا عزمي افندي كبير. انت لازم تعتذر من عمك عزمي، اول تعليق. ما 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 بدي اعتذر، ما بدي اعتذر، خلص انا كنت امزح معه. غلط بحقه ولازم تعتذر. انا ما غلطت وما راح اعتذر، ما راح اعتذر. بتقول له خلاص بتكون غلط بحقه. عيد اعتذر لشوف. كرمالك يا ابو جمال، كرمالك انت بس. ها؟ لانك بتمون. انا اسف عمي، اسف فعلا، انا كثرت المزح معك وهي راسك يا بوسو. برافو عليك برافو عليك برافو عليك. انا اسف. برافو عليك عمي عزمي. ايه لفه بقى؟ اي والله ما حلو منكم. معقول هالحكي؟ بوس راسه انت الثاني، بوس راسه بقى، بوس راسه خلصني. يلا طخين. يلا تضرب بيه الراس. لا معقولين انتو؟ لك ساعة ترجاكم لتلفوا هالموضوع، ما تلفوه، غيب دقيقتين روح فيهم للحمام، برجع لاقي ابو جمال مصالحكم. لك هاي قيمتي عندكم؟ خلاص انت الثاني. روي 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 اخي حالك. الله معك ابو جمال. مع السلامة يا ابو جمال. طمنا، شو صار معك؟ لك هذا اللي بده يجيب اجله. برافو برافو عليك.